إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الفلنش 2012، طبعا هذا اللي أنا غيرت له زيت الجير وغيرنا له الشريحة لأنه أخذت السيارة مستخدمة، وكان السيارة ماشية فوق 300 وكان في تأخير أو النبرة السادسة إنه ما يريح، لازم ترفع رجلك عشان يريح. فلما غيرت الزيت أول ما أخذت السيارة غيرت الزيت بالكامل مع التنظيف وتغير زيت الجير كامل مع الطنجرة، وغيرنا برضو الشريحة لأن الشريحة كان حقها مختلفة، ضبطت الأمور وما شاء الله تبارك الله مشينا عليه 20,000. وسبحان الله قبل يومين أو 3 أيام طلعت عندي إيش أقول، زي الذبذبة أو تمرجح أو في زي التقطيعة، ففكرت والله إنه زي المشكلة عندي في المسفاير أو بواجي أو كويلات، مع إنه كلها مصينهم، ولكن سبحان الله تطورت الوضع وجيت لو أشيك على المسفاير ما في شيء، شوي لو والله طلع عندي صوت خشونة أسفل السيارة، راح أوريكم بالمقطع اللي أنا سمعته. الحين فدي صح؟ حطه فاضي. حطه فدي. حطه في الأرض. خلاص خلاص. شوف شو صار معي. قبل شوي وقفت في الحفرة والله ما كان في شيء، بس اللهم الصوت هذا اللي فيه زي الخشونة. الحين صار لما عشقه في الدي استجابته أو ما يستجيب أو ما يقوم إلا زعت بنزين. يعني حدث المشكلة هذه يعني بين عشية وضحاها، والله أمس ما كان في شيء وقبل أمس. شوف الحين ما في الدي دعس بنزين، لحظة يا دوب يتحرك ويتحرك في زي ال كذا يعني تذبذبة، ودعس بنزين شوية زيادة عشان يمشي. وأنا استغربت لي يمكن الآن أسبوع أو 4 أيام أحس إنه لما أمشي على الممشى العادي فيه زي التذبذب، يعني كان عندي تقطيع حقة الكويلات، والله العظيم كان عندي تقطيع حقة كويلات أو تقطيعة بنزين زي اللي تبرجح، يعني زي تقطيعة كذا بتخفيف، بس ما توقعت إنه هذا بيستمر صوت وبيكون بهذه المشكلة تتطور. هل المشكلة بالطنجرة يعني؟ لأن السيارة ما أخذها مستخدمة ولا داعي عن الوضع السابق اللي عليها. وحاولت أفحص كمبيوتر في البداية ما كان في شيء، الحين ما قاعد أبين معي لأن الله أعلم. أفحص وأشوف مرة ثانية. شوف الحين السيارة كان معها تقطع بنزين والله العظيم. وإيه بنزين ما في شيء، ترمبة توم غيرها. بس لما طلع صوت الخشونة مع هذه الإشكالية والصوت من أسفل لو تسمع الآن، يعني صوت معروف، صوت مشكلة الطنجرة. حتى لاحظته كذا في العيار حق الزيت لما سحبته في كذا زي يعني هو أحمر الزيت بس إنه فيه زي سواد، مع إنه مغير وما لسه ما كمل حتى 10,000، وكان الجير والله من أول كان زيته مرة وسخان ونظفته غسيل وتغيير. والله صوته الآن زاد مرة. الحين في الدي في الار اختفى. هذا الحين في الدي. توقع الطنجرة. الحين شوف لما دعس بنزين. هي معشقة. فرض انه يمشي. هذا يرجع ريوس. لاحظ الان في الدي يرجع ريوس، يعني كان زين فاضي. بس ادعس بنزين يشبك. والله من غير ما عاد يمشي. يا ويلي. الحين ما عاد يمشي.
شوف الحين ما شاء الله طفيت وشغلت، صار الان ار طبيعي، الدي الان طبيعي. الله يا مشكلة. المشكلة ما هو معطيني اي كود لا في الجير ولا في المحرك. فزي ما شفتم طلع عندي صدفة في الطنجرة، فالحين انا قبل لا اغير الطنجرة راح اول شيء نفك الكرتير ونتأكد اذا كان ما في برادة ما في مشاكل ميكانيكية، فراح احاول برضه اغير الزيت مرة ثانية مع اضافة المعالج، مع اضافة المعالج حق الطنجرة، المعالج حق اللوكس حق الجير، وبضيف له علبتين حق المعالج حق الطنجره اللي فيه خاص، طبعا في لان معالج خاص للطنجره. طبعا هي كتجربه مؤقته وبشوف ايش اللي يصير معنا، وبعدها اذا ما انحلت راح نغير الطنجره بالكامل او نفك الجير ونغير الطنجره. فكينا الكرتير وراح تشوفون العجب. هنفك لنا الفلتر، لاحظوا الطحين، هذا الطحين تلف الطنجرة، ولاحظوا عندي هنا البرادة هذه، مما سبب في انسداد المبرد حق الجير. لما جيت اشغله عشان فرغ الزيت عن طريق الليات عن طريق المبرد، للأسف كان الزيت ما يطلع معي إلا بالعافية ويدوب طلع، فعشان كذا دورة الزيت صارت من سدة بسبب البرادة، فصار فيه مشكلة الوضع في الزيت. لاحظ الطحين، صار الفلتر لاحظ فيه اللي يطلع الرايش أو البرادة، فهذه خلاص يعني الطنجرة ودعت. فيه الآن حل عندي أنا، بسوي له تغيير مع تنظيف باستخدام المعالج كحل مؤقت، لكن لابد من تغيير الطنجرة، لابد من تغيير الطنجرة. طبعا الحين التنظيف راح نغير الفلتر مستخدم نظيف مع زيت الغسيل عشان نسوي غسيل للدورة، بعدين راح نستخدم له الزيت الأصلي مع المعالج مع فلتر جديد، وبنشوف ايش يصير معنا. ايضا قبلها راح اسوي برضه تنظيف دورة التبريد بالكامل، يعني غسيل بالكامل، وراح نغير وبنشوف. ايضا برضه راح افك المخ الجير والبادي بلف واسوي له تنظيف عشان اتاكد ان كل الدورة تجي عندي تكون كلها نظيفة. عشان افك مخ الجير لازم افك الصاج الجانبية ونفك الفيش حق الضفيرة ونفك المسامير حق التثبيت اللي عن طريق نجمة، هذا 1 2 3 4 5 6. تسوي تنظيف للبادي بلف، فكينا البادي بلف وهذا عندي البادي بلف، لاحظوا اثار البرادة ماسكة في المغناطيس حقت حساس السرعة. العموم راح افك البادي بلف بالكامل الشريحة ونسوي لها غسيل بالكامل. فكين البادي بلف والشريحة والوجه، هذا الجزء الثاني من البادي بلف مع الكرات البيضاء 7 حبات. العموم الان فكينا، طبعا ما حبيت افك اطقه الفك والتركيب لانه الفك التركيب سبق شرحناه، لكن الحين انا اليوم عندي طريقه له حل مؤقت، فبنشوف الان. لا بنغسل، هذا اللي عندي اول مرحله في الغسيل له غسيل المخ الجير، وبعدها بيكون عندي الغسيل المرحله الثانيه اللي هو المبرد حق المحرك الجير، بعدها راح نغسل الدائره بالكامل حق الجير، ونرجع اكرر راح بدي نضيف الزيت الاصلي مع الفلتر الجديد مع المعالج حق الجير ومعالج حق الطنجره. طبعا والله ما ادري ايش اقول، وانا جالس انظف
لاحظت شيء اثناء التنظيف. لاحظ عندي هنا هذا ايش هذا؟ طبعا انا دائما انظف بالبنزين، ولكن للامانه اكتشفت انه في زي الحليب موجود داخل البنزين، وهذا يوحي على انه فعلا في خلط مويه. لاحظ البنزين دائما اذا غسلت فيه وجيت تنفخ بليل الهواء او تمسح ما يترك اثر، تبخيره اسرع. لاحظ لاحظ كله، فممكن سبحان الله مع كثرة الأمطار، طبعا ما أبغى أدخل في ذمة العالم، لكن ممكن سبحان الله بسبب كثرة الأمطار دخل في خزائن الأرضي حق المحطة. العظيم إيش الإشكالية برضه ثانية؟ إنه اليوم أنا أو أمس قبل أبدأ في فك الجير كنت أغير عندي الكيا البيكانتو إلى 2016 زيت المحرك. هي بالعادة حجم المحرك حجم المحرك 2200 ياخذ 3.5 لتر. والله العظيم نزلت منها 5 لتر بالتمام والكمال، او ممكن نقول 5 الا ربع. فانا استغربت من وين جاء الزيت، انا ما ادري. فمعناته كان عندي خلط في البنزين، والخلط اللي في البنزين ما يحترق راح ينزل مع اسفل الكرتير وراح يزيد من نسبة الزيت. فلان اغلب الناس يجيوا يقول لك انا عندي صار الزيت بدل ما ينقص زياده، هذا انه عايد البنزين في غش وصار اما بالغش بالمويه او بالديزل، فصار البنزين او الخلط اللي في البنزين ما يحترق فينزل في كميه الكرتير حق المحرك فتزيد الكميه. وهذا انا اللي شككني فيه اكثر، ان الحاوي عندي هنا كل ما غسلت يطلع لي لون ابيض. هذا التوضيح. هذا الحين بعد التنظيف هذا البجبل وهذا الجزء الثاني مع الكرات البيضاء السبعة، 1 2 3 4 5 6 7. طبعا في فترة 2015 وطالع يجي 8 زايد حبة. على العموم هذا عندي وبرضه اختبرنا الصمامات، عندي هنا 1 2 3 4 5 6 7 صمامات عندي هنا، وهنا عندي في حدود 1 2 3. اختبرنا الصمامات انها تعمل كلها طبيعي. الان نبدا بالتركيب. الان بعد ما ركبنا الكرات الفضيه انا راح نركب له الوجه. وبعد ما ركبنا الوجه عشان تلاحظون الكرات الفضيه جاء في الفتحة اللي هنا، هذا 1 أو الكرة البيضاء، 1 2 3، هنا 4 5 6 7. تم التركيب، والتركيب بنشد المسامير جميعا. عندي هذه المسامير من الجهة هذه، هذه من الجهة الثانية، سمار اللي هنا، سمار اللي هنا، سمار اللي هنا. الآن راح نركب له الشريحة. الشريحة قبل أركب أنا فكيت المسطرة هذه اللي فيها حقة الفلتر أو الصفاية، تنقل الشوائب لوصولها للصمامات. وهذا بعد الغسيل الشريحة والصمامات. طبعا هو هذا الكنترول يعتبر كمبيوتر، صمامات والعدسات. وهذه بعد تركيب الصفاية حقت الصمامات حقت الشريحة. انا راح اركب الشريحة على البادي بد او موقع الجير. وهذا عندي تنظيف او تركيب الشريحة، مسمارين 8، 5 مسامير رقم 7، 4 مسامير رقم 10. تركيب الفيش حق الباركينج، الفيش حق حساس السرعة لو هذا تثبيت أو مثبت السلك. طبعا عندي الباقي بلف مع الشريحة جاهز للتركيب.
وهذا عندي احد الفلاتر النظيفة، دائما خليه احتياط عشان لو في غسيل استخدم الفلتر القديم، طبعا قديم نظيف سنسافير، ما في لا حرق ولا سواد ولا شيء، نظيف. تم التركيب، طبعا ركبنا البادي بلف، مسمار 2 3 4 5 6 حق الباركينج، ركبنا الفيش حق الضفيرة حق الشريحة، بقى راح اركب له الفلتر وهذا عند الكثير بعد التنظيف مع المغناطيس. ركبنا الكثير، الحين الزيت اللي بحطه في الكرتير راح نشغل ونطلع فيه الزيت اللي بالطنجرة، الزيت اللي فيه الطنجرة. وأيضا أنا عندي الآن هذا عند الهوز اللي جاء من الجير وطالع عندي هنا من الجير رايح على طاعم البرد راح على الجير. الحين أنا بعكس، بفك الهوز اللي هنا وبسوي توصيلة وبحط الهوز في المبرد من هنا عشان عملية عكسية، يصير المبرد البرادة والأوساخ اللي فيه تطلع لي هنا مع الزيت اللي بحطه في الكرتير ونظف فيه اللي هو الطنجرة، أيضا راح نظف فيه اللي هو المبرد، عملية ترويش. بعد ما أسوي عملية ترويش أو تنظيف للمبرد راح بعدين أضغطه بلي الهواء وأتأكد أنه ما باقي عندي أي برادة أو انسداد في المبرد، لأن للأمانة لما فكيت الزيت الله العظيم تقول يعني من كثر البرادة اللي فيه صارت زي كذا يعني زي الطين مرة، حتى كان يطلع لي صوت اللي هو الانسداد، يعني مرة يطلع زيت ومرة يقطع. فالمبرد لما يقفل صوب الشوائب والبرادة يصير ضغط الزيت للجير ما يكون مضبوط. ليش؟ لأن حركة تدوير الزيت يكون فيه لان مقيد بالانسداد. الآن حطيت 7 علب من هذا الزيت، هذا الغسيل وهذا حق دركسون التجاري، الحين استخدم بس الآن الغسيل. هذا أنا حطيت الآن 7 علب وراح نفرغ الزيت في الجالون هذا ونشوف مع بعض الآن الأوساخ اللي تطلع من الطنجرة ومن المبرد. نعم طبعا اثناء التفريغ يبقى عندي لتر في الكرتير، الان برضه زودته مره ثانيه 5 علب صار الان عندي 6 لتر في الكرتير. برضه راح نشغل ونفرغ الزيت عن طريق الخط الراجع بنفس النظام، راح نشغل مره ثانيه ونفرغ الزيت. الان بدا الزيت ينضف، الحين برضو قبل ارجع الهوزات اضغط هواء من الجهه هذه، طبعا هو كان زيت الجير يجي من هناك من الخط الاول هناك ويجي يطلع من هنا يروح على الجير. الحين انا برضو بحط لي الهواء وبنفخ وبفرغ الزيت في الجالون هنا اللي هو حقة المبرد وبشوف يطلع معي براده ولا لا. Thank you.
انا عبيتها 5 علب على اللتر اللي موجود في الكارتير وعكس اللي هي التبريد، صار اللي جاي من هنا من الجير راكب على المبرد من هنا ويرجع على الجير من هنا، وهذا يكون خط الراجع للجير. احنا نشغل حديد 10 دقائق الى ربع ساعة وراح نطفي. ليش انعكس عملية نظام التبريد حق الهوزات؟ عشان لو في شيء ماسك مع حركة الدوير الزيت راح يطلع. سبحان الله، بالعادة ما طلع الصوت كان فيه صوت خشونة، سواء عشكت او بعشكت صوت الخشونة موجود، والسبب طلع للأسف انه صوب الانسداد حقة البرادة، لانه مع الانسداد صار فيه ضعف الضغط في الزيت. الحين بس مجرد ما نظفنا المبرد ودائرة التبريد والان هذا على الزيت التجاري حق الدركسون للتنظيف بدون اي معالج بدون اي اضافات، فقط الزيت حق التجاري للغسيل، والان شغال ممكن ان شاء الله تبارك الله 10 دقائق وما في صوت اي خشونه. هذا الحين بيوت عشق، وراح الان احط الكاميرا على الـ 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 على الجير وراح اعشق وبنشوف يطلع معنا صوت ولا لا. هذا الان بدون الزيت الاصلي بدون المعالج حق الطنجره وبدون المعالج حق الجير. الحين كده خلصنا من الغسيل، الحين نجي للدور اللي هو استخدام الزيت الأصلي مع المعالج، وراح الآن الطريقة هذه راح نطبقها نفس الطريقة الأولى، ولكن أول كنا نطلع اللي هو الزيت القديم المحروق أو الأوساخ والبرادة بالزيت التجاري، لا الآن راح نطلع الزيت التجاري بالزيت الأصلي، يعني الآن راح نستخدم الزيت الأصلي عشان نطلع الزيت التجاري اللي من الجير ومن الطنجرة بنفس الأسلوب ونفس الطريقة. نشوف الحين هذا عندي الحاوية الآن ولا فيها ذرة أوساخ، راح نضغط هواء في الهوز اللي هنا عشان خط الراجع اللي كان في الانسداد، نشوف ايش يصير معنا. ما شاء الله تبارك الله ولا طلع أي شيء.
كثير. وهذا بسم الله ما شاء الله. هذا لاحظوا هذه الاثار حق التنظيف المبرد مع اثناء دوره التنظيف والدائره مقفله، وهذا اللي موجود في الكرتير حد انت ربع ساعه. الحين هذا راح نرمي نظف الكرتير ونحط الفلتر الجديد. هذا هو عندي الفلتر، وهذا عندي الكرتير بعد التنظيف والمغناطيس والوجه. هذا عندي الفلتر بعد التركيب. ركبنا الكرتير، لان حطيت ثمانية علب ونص. ليش؟ لانه عندي هنا العلبة ناقصة من كل لتر 54 ملي، فالنص هذا يعوض لي الثمانية علب، صار الان عندي 8 لتر بالكامل. الان نشغل ونطلع الزيت اللي بالطنجرة، الزيت التجاري. حطيت 5 علب بمعادل 4 لتر 700 ملي او 750، لانه ناقص عندي من كل لتر او من كل علبه 4.5 ملي، فالان عندي 5 الا ربع، وعندي لتر في الكرتير. راح الان نشغل ونعاير الزيت، اذا كان ناقص زودنا، اذا كان تمام اكتفينا، واذا كان زايد نقصنا. طبعا للاسف انا ودي كان احط المعالج، بس للاسف ما كان موجود متوفر، فطلبت اليوم معالج لوكس وحق الطنجره. فالان بس تجربه كذا الزيت بدون المعالج وبوقفه، وبنشوف الان قبل المعالج ومع المعالج. ما شاء الله تبارك الله، حطينا 5 علب وجت المعيار على كلمة هوت بالملي، احنا كذا خلصنا المعيار. احنا نجرب تجربة الان زي ما ذكرنا بدون المعالجات. ما شاء الله تبارك الله، الى الان امور الطنجره صوتها ما رجع، معناته كان في انسداد، عشان كذا ضعف الزيت على الطنجره ونطلع صوت في الطنجره. فالان لما سوينا تنظيف رجع ضغط الزيت تمام، فرجعت الان الامور تمام، معناته بعون الله الان المشكله الميكانيكيه فقط اللي عندي، اذا بغيرها بغير الطنجره، لان الان عندي منظومه الجير. راح الان نجرب اذا التغيرات تمام، استجابة التعشيق تمام، وما عندي مشاكل، فمعناته بس فقط راح اغير الطنجرة عشان الوضع ما راح يطول، لانه لانت البراد اللي فيها هذا معناته حقت التلف جزئي في الطنجرة، فالتلف الجزئي ما راح يتعوض حتى لو حطيت المعالج وزيت جديد، فيبقى مسألة وقت مؤقتة. ولكن عشان تحل المسألة جذريا لازم المشكلة اللي كان فيها عطل او تلف تتغير بالكامل. فأنا الآن لو كان عندي مشكلة في الجير، فمعناته لازم أغير الطنجرة مع مراجعة الجير. فإذا كان الآن عندي الأمور الجير تمام، تغييرات استجابة التعشيق كل شيء تمام،
وما عنده اي صوت، معناته بس فقط الاشكاليه في الطنجره تتغير مع تغيير الزيت، وان شاء الله الامور تمام. راح يعني نشوف مع بعض ونشوف التغييرات. طب الحين انا بفحص الكمبيوتر ليش؟ عشان ان ممكن لما فصلنا الشريحه يسجل لي اكواد، فانا عشان كذا اتاكد انه ما عندي اي اكواد اثناء الفك والتركيب، عشان لو ظهر عندي اكواد مستقبلا يصير عندي الاكواد تكون فعليه او جديده. ما تسجل شيء ما شاء الله، يعتبر كذا الامور تمام. طبعا اللي يبغى يسوي برمجه يقدر يسوي برمجه للقيور الست نمر، تروح على الكنترول الجير. طبعا سويت المسويت كله واحد، يفترض انك ما تسوي الا اذا صار عندك مشكله بعد تغيير زيت الجير او تغيير الشريحه، لكن غالبا نغير الزيت وما في عندنا اي مشاكل. لكن الان بس من باب التجربه ندخل الان على ضبط الوظائف، وعندي هنا اللي هو الخيار الاول اللي هو ضبط البرمجه. طبعا هذه الموديلات ما يحتاج منك الى حراره معينه، لكن في 15 وطالع يحتاج الى حراره 75 وطالع. طبعا هنا كلمه ريست تطلع لنا كلمه ريست، خلاص لاحظوا تمت البرمجه. طبعا الخيار الثاني هذا حق ضبط اللي هو الزيت تقدر تسويه، لكن لازم تضيف الرقم الهيكل. تضغط على الخيار تضيف رقم الهيكل، هنا رقم الهيكل الان نضغط اوكي. طبعا عندي الان مستوى حارة الزيت 94، لاحظوا هنا الان اوكي. لاحظوا الان شوف الان هنا رجع الان تصفر وطلع عندي 2%. اول كان واصل الزيت 94، الان ما شاء الله نزل او تصفر وصل الى 2%. هذا هو تصفير ال، عندي فيه تصفير صلاحية زيت المحرك، وهنا عندي تصفير اللي هو صلاحية زيت الجير. طبعا من ناحية التعشيق ما شاء الله تبارك الله طبيعي ما في اي تاخير. طبعا حطه في مشوار وما شاء الله تبارك الله التغييرات كلها سلسه ولا في اي تاخير ولا نتعب ولا شيء، لكن الذبذبه اللي تصير زي كذا كان عندك تقطيعه كهربائيه باقي ما زالت موجوده. هذا الحين قبل المعالج، بنشوف بعد المعالج اذا ما انحلت المشكله لازم نغير الطنجره. هذا اذا ما يكون في مشكله كهرباء، مع انه المشكله الكهربائيه انا فحصت ما طلع لي اي مسفاير في السرندلات، لكن الذبذبه عندي كان سبحان الله زي التقطيع، خاصه من بعد الثلاثين لين توصل معك المية 80، من الثلاثين الى 80 بعدها تختفي. طبعا الله يعين على التيك توك والامن السلامه. اذا جيت اصور الحين هنا في شويه تفويته والله، هنا الان رجعت اتمرجح غير الرابع، والله كانت هي تقطيعه البنزين الخامس. زي البنزين لما يخلص. يبدو لي طنجرة فيها الإشكالية، لاحظ حتى الـRPM لما كان يغير كيف يصير. فبنشوف الآن بعد معالج الطنجرة ومعالج الجير، وبنشوف هل يتغير معنا. إذا ما تغير معنا فلا بد من تغيير الطنجرة. لكن ما شاء الله تبارك الله السيارة بس من يوم تعدى الـ90 الذبذبة أو التمرجح هذه أو التقطيع تروح. برجع أعيد مرة ثانية وأشوف ارجع التفويت ولا لا.
طب الان ان شاء الله التجربه حقت بعد اضافه المعالج هذا عندي الان الزيت سحبته جالون وممكن 300 ملي او عفوا جالون و لتر وشوي يعني ممكن حدود ال لتر ونص وهذا الان عندي المعالج علبتين معالج وعلبتين حق الجير وعندي علبتين معالج حق الطنجره حق الطنجره 59 ملي علبتين بحدود ال 110 هذا عند المعالج لوكس 700 ملي عند العلبتين تعادل لك 1400 يعني لتر ونص او لتر و400 لتر و400 ملي مع اضافه المعالج حق الطنجره كانه لتر ونص بالملي لتر ونص انا الان سحبت الزيت راح الان اطلع لتر ونص وراح اضيف المعالج في الزيت او مع الزيت بين الزيت انا راح نشغل وناخذ في تجربه مره ومرتين وثلاث وبنشوف ما راح نحكم عليه في تجربه واحده ونشوف تنحل معنا المشكله ولا باقي تستمر والله بصراحة نتيجة غير متوقعة ما شاء الله تبارك الله لاحظ الآن أول كان على هذه السرعات سيارة تذهب تروح ترجع كان في تقطيع الحين ما شاء الله تبارك الله رجعت كل شيء طبيعي تغييرات ثبات الممشى أول كان تلاقي فيه زي التقطيع او زي النتعه او وش اللي يقول يعني زي ضعف البنزين الحين ما شاء الله تبارك الله كل شيء رجع طبيعي ما شاء الله تبارك الله صراحه المعالج حق الطنجره وروكس هذا أفاد على العموم هذه التجربة لو رجعت البرادة مرة ثانية أو الإشكالية مرة ثانية معناته لازم نغير الطنجرة والله يبارك الجميع